ثالثه ان خدنا المودريشن تكنيكس بتاعت الانالوج، هناخد بقى مع بعض المودريشن تكنيكس بتاعت الايه الديجيتال مودريشن اللي هي مستخدمه طبعا في يعني كل حاجه مو بس يعني اي حاجه فيها كوميونيكيشن بتستخدم الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها في اخر كام محاضره دي. طيب اول حاجه هنتكلم عنها حاجه اسمها كوهيرنت بي اس كي. كوهيرنت بي اس كي دي يعني بي اس كي يعني فيز شيفت كين، يعني بيزكلي يعني انفورميشن موجوده في الفيز بتاع السيجنال المبعوث. تمام؟ فاول حاجه هنتكلم عنها اللي هو ايه؟ باينري بي اس كي اللي هو ان انا ببعت 1 بت بير سيمبل. تمام؟ طيب فالسيجنالز اللي بتتباع بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بيبقى واحده من التو سيجنالز دول. يا اما كوزاين يا اما ايه؟ ماينس كوزاين. تمام؟ فانا كده ببعت السيجنال يا اما الفيز بتاعها بادي كده من زيرو يعني يا اما بادي من 180 وايه؟ والسيجنالز بيبقى شكلها عامل كده. طيب كل بقى المودريشن تكنيكس اللي هناخدهم هنحتاج نعمل فيهم كذا حاجه ورا بعض. اول حاجه نحدد البيزس فانكشنز بتوعهم وبعدين نرسم الكونستليشن وبعدين نحدد البوينتس على الكونستليشن يعني بوينتس على السيجنال سبيس وبعدين نشوف البيت الوجيت عامل ازاي وبعدين نشوف الباور سبيكترال دنسيتي. كويس؟ فكل مودريشن تكنيك بناخده لازم نتعامل مع كل الحاجات دي. طيب اول حاجه عاوزين نحدد البيزس فانكشن، الحاجه الاساسيه اللي احنا بنحددها اللي بتخلينا نقدر نعمل اي حاجه هو تحديد البيزس فانكشنز شكله عامل ازاي. طيب فالبيزس فانكشنز بتاعت سيجنال زي دي هتبقى ايه؟ الكوزاين صح؟ هي حاجه واحده هي 1 بيزس فانكشن. تمام؟ هي اي سيجنال منهم تقدر تتكتب بدلاله الكوزاين، يبقى انا اقدر اخلي البيزس فانكشن بتاعتي هي الكوزاين. تمام، يبقى البيزس فانكشن بتاعتي هتبقى جذر 2 على تي بي في كوزاين. طب ليه خدنا جذر 2 على تي بي؟ ليه خدنا الفاكتور ده؟ عشان البيزس فانكشن احنا قلنا انهم اورثو نورمال سيجنالز، اورثو نورمال سيجنالز يعني اورثوجونال على بعض وفي نفس الوقت الانرجي اللي في اي واحده فيهم بواحد. فعشان اخلي البتاعه دي اللي اختفت عشان اخلي دي فيها انرجي بواحد في المسافه من زيرو لتي بي دي يبقى لازم اضرب في جذر 2 على تي بي. تمام؟ عشان اما اربحها وكامل تطلع بواحد. طيب طيب يبقى انا كده لو جيت احط السيجنال سبيس خلاص بقى السيجنال سبيس ايه؟ 1 بيزس فانكشن. طيب ال 1 بيزس فانكشن دي هحط عليها بقى التو سيجنالز بتوعي، فالسيجنالز بتاعتي هتلاقيها ممكن اكتبها بدلاله البيزس فانكشنز بالشكل ده. جذر اي بي في فاي 1 وماينس جذر اي بي في فاي 1. تمام؟ فهلاقي انه الكونستليشن بتاعي بقى شكله عامل كده. شو اقفل. بقى شكله عامل كده. ماينس جذر اي بي هنا وجذر اي بي هنا. ماشي؟ فده بقى شكل الايه؟ السيجنال سبيس بتاعي وعليه النقط بتاعتها. طيب وبعدين في اي سؤال يا جماعه لغايه هنا؟ هي حاجه كل المودريشن تكنيكس كلهم بنتعامل معاهم بنفس الطريقه. فكله هيبقى نفس التكنيك كده ماشيين بيه اكروس التكنيكس كلها. طيب بعد كده محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين بقى نشوف هنا مثلا الاول الجنريشن والديتكشن بتاعهم ازاي هنجنريت وازاي نعمل ريسبشن للسيجنالز اللي هي البي بي اس كي دي. فالسيجنال دي عباره عن بورر نان ريتيرن تو زيرو. بورر نان ريتيرن تو زيرو اللي هي اللي انتوا خدتوها في سنه ثالثه اللي هي ايه 1 وماينس 1. تمام؟ يعني الواحد بيبقى 1 والزيرو بيبقى ايه؟ ماينس 1. تمام؟ فالبورر نان ريتيرن تو زيرو دي عباره عن ويف كده ايه ماشيه 1 وناقص 1 على حسب السيجنال. وبعدين بنضربها في البيزس فانكشن او في المودوليشن بتاعتنا اللي هو جذر 2 على تي بي كوزاين واطلع من هنا البي بي اس كي سيجنال. طيب الريسبشن هيبقى عامل ازاي؟ الريسبشن ده ثابت ما بيتغيرش مع الايه؟ مع التكنيك. هو في الاخر بنضرب فيه البيزس فانكشن او بنعمل كوريليشن مع البيزس فانكشن، يعني بنضرب في البيزس فانكشن ونعمل انتجريشن من زيرو تي بي وبعدين نديسايد. تمام؟ فنفس الكلام الريسيفر هيبقى ادي الكوريليتور اهو اللي هو ده وادي النقطه اللي طالعه من الكوريليتور وبعدين بنديسايد واحد اذا كان اللي طالع ده اكبر من الصفر وزيرو اذا كان ايه؟ اصغر من الصفر. اوكي؟ اي سؤال يا جماعه؟ طيب عاوزين بقى نحسب للبتاعه دي كده الموديليشن تكنيك ده البروبابيلتي اوف ايرور هيبقى عامل ازاي؟
طيب فاحنا برضو عندنا احنا باعتين واحده من التو سيجنالز اللي هي اس اي اوف تي دي، احنا مش عارفين هي بوزيتيف ولا نيجاتيف، او يعني كوزاين ولا ماينس كوزاين. وبعدين بنعمل اللي جاي ده، ضحك عليه طبعا النويز بتاعتنا، فاللي استقبلنا اكس. اكس دي بقى بنعمل لها ايه؟ كورليشن مع البيزس فانكشن اللي هو الستاب دي. عاوزين نشوف الستاب دي هتطلع لنا ايه؟ اللي هي اكس 1 ده او اكس اي. عاوزين نشوف اكس اي دي البروبابيلتي دنسيتي فانكشن بتاعتها هتبقى عامله ازاي لو كان مبعوت واحد، وهتبقى عامله ازاي لو كان مبعوت زيرو، زي بالظبط اللي عملته مع الدكتور نافع لما كان عندكم من غير موديوليشن بقى، كانت السيجنال ايه عباره عن 1 وماينس 1 كده، فكنتوا بتضربوا في نفس السيجنال والكامل ماتش فلتر وتطلع فاليو وتشوف الفاليو دي البي دي اف بتاعها جيفن ال1 عامل ازاي وجيفن الزيرو عامل ازاي. تمام؟ وده كنا بنعمل اي بي اي بقى، ده بقى المره اللي فاتت المحاضرتين اللي فاتوا قعدنا بقى جربنا وشفنا الماكسيمم لايف والديكودر والماب ديكودر والكلام ده كله داخل فيها البي دي اف دي في القصه بتاعتها، ولقينا في الاخر ان احنا الاوبتيمم هو ان انا بشوف النقطه اللي جايه دي واقعه في السيجنال سبيس اقرب يمين، والحاجه اللي هي اقرب لها هي دي الحاجه اللي احنا بنختارها. طيب فاحنا عاوزين نشوف بقى اكس ده اللي هو انا مدخله على الكوريريتور وهينتج عنه راندوم فاريبل اسمه اكس 1. عاوزين نشوف اكس 1 ده البي دي اف بتاعته هتبقى عامله ازاي جيفن ان في واحد مبعوت وجيفن ان في زيرو مبعوت. فزي ما عملنا برضو المحاضرتين اللي فاتوا دي لما بتخش على الفايل بتطلع لنا، يعني دي متكونه من جزئين اللي هي اس ودبليو. اس دي بتجيب لنا البروجكشن بتاع السيجنال على البيزس فانكشن، ودبليو دي بتجيب لنا نويز الباور سبيكترال الباور بتاعتها ان نوت على 2، السيجما سكويرد بتاعتها ان نوت على 2. تمام؟ فكده قدرت اجيب على طول، مش هنخش بقى في نفس الستبس اللي احنا عملناها في المحاضرتين اللي فاتوا. فلقينا ايه بقى؟ انه اف اوف اكس 1 جيفن 1 هي عباره عن جاوسيان، المين بتاعها بجذر اي بي، والسيجما سكويرد بتاعتها بان نوت على 2. واف اوف اكس 1 جيفن 0 برضه جاوسيان، المين بتاعها بماينس جذر اي بي، والسيجما سكويرد بتاعتها بايه؟ بان نوت على 2. فلقينا الديستريبيوشن بتاع الاكس جيفن 1 والاكس جيفن 0. تمام؟ طيب وبعدين احنا كده ايه رسمنا السيجنال سبيس بتاعتنا اهي، وعندنا النقطتين اهم وادي الزيرو، فعندي جاوسيان هنا وعندي جاوسيان هنا. طبعا مش جاوسيان خالص. وادي الزيرو. فده اف اوف اكس 1 جيفن 1 وده اف اوف اكس 1 جيفن 0. تمام؟ طيب فاحنا قلنا ان احنا هنديسايد اذا كان واحد مبعوث لو كانت النقطه واقعه اقرب للنقطه الكونستليشن دي، يعني لو كانت الاكس اللي طالعه لي دي اكبر من الصفر هقول ان في واحد كان مبعوث، لو كانت النقطه اللي طالعه لي من الكوريريتور اصغر من الصفر هقول انه ايه؟ انه الزيرو دي هي اللي كانت مبعوثه. اوكي؟ طيب فعاوز بقى اجيب، انا خلاص كده جبت البي دي افس بتاعتي. بعد ما جبت البي دي افس عاوز احسب البروبابيلتي ان انا اديسايد واحد جيفن ان زيرو كان سنت. اديسايد واحد يعني انا اللي هيطلع لي اكتر من الصفر جيفن ان الصفر كان مبعوث، اللي هو جيفن ان ايه البي دي اف دي هي اللي احنا شغالين عليها. تمام؟ انا كده بحاول ابعت ايه البروبابيلتي ان انا اديسايد واحد جيفن ان زيرو كان ترانسميتد. فهي ببساطه ايه؟ هي ايه؟ البروبابيلتي دي صح؟ البروبابيلتي ان انا اكون باعت صفر واستقبل حاجة أكتر من زيرو. تمام؟ طيب يبقى هكامل من زيرو لإنفينيتي اف اوف اكس 1 جيفن زيرو، اللي هو اف اوف اكس 1 جيفن زيرو اللي هي على الشمال دي، هكملها من زيرو لإنفينيتي. طيب هي بتساوي إيه؟ هي جاوسيان، المين بتاعها عند ماينس جذر اي بي، والسيجما سكويرد بتاعتها بإن نوت على 2. فالجاوسيان بتاعنا ده كان شكله عامل كده، 1 على جذر باي ان نوت اي أس ماينس اكس 1 زائد جذر اي بي سكويرد على ان نوت دي اكس 1. تمام؟ احنا زي بالظبط ما عملته مع الدكتور نافع في البايو، هي بالظبط نفس الحاجه. لان ده نفس الحاجه برضه. طيب هنقعد بقى نعمل اللي هي الالعاب اللي انتوا عارفينها بتاعت عشان نحول الانتجريشن لشكل بيرفكت او لشكل كيو. فهيجي لنا في الاخر الاكسبريشن هو شكله عامل كده، هو نص بيرفكت اوف جذر اي بي على ان نوت. تمام؟ احنا طبعا شغالين في المحاضرات بتاعتنا دي من كتاب هيكل كويس، في شابتر عن السيجنال سبيس وشابتر عن الموديوليشن هتلاقوهم في كتاب هيكل. فاحنا وي ار فولوينج الكتاب يعني، المفروض تقروا الكتاب ده. عارفين الكتاب ده ولا لا؟
سمعتوش عنه ابدا؟ اكيد سمع كده عارفينه يعني، اكيد خدته منه السنه اللي فاتت ولا حاجه. ماشي قول مين اللي بيسال مش شايف. اه قول الايه؟ هي الالفك شبه الكيو، في بينهم بس ريليشن نص مش عارف الفك اوف اكس ايكوال نص كيو اوف جذر اوف اكس جذر 2 حاجه كده يعني. فهي نفس الحاجه تقريبا نفس البتاع يعني، دي مثلا هتلاقيها كيو اوف جذر 2 اي بي على ان لو. ماشي انت طبعا اعمل اللي انت عاوزه في المحاضره مش مشكله يعني، في الله يعني في امتحان يعني لو جات لك سؤال اعمل زي ما انت عاوز، بس اسهل لك انك تفولو كيو مع الدكتور نافع، انا اظن هو بيديكم الكتاب بتشتغل بالكيو مش كده، وتفولو الالفك معايا ده هيبقى اسهل لك. طيب الفك اوف اكس هي شكلها عامل كده، جذر 2 على باي اي اس ماينس زد سكويرد تكامل من اكس الانفينيتي. تمام؟ طيب احنا كده جبنا بي اوف ايه؟ ان انا اديسايد واحد جيفن ان زيرو كان مبعوث. طيب لو انا عاوز اديسايد بقى الثانيه اللي هي زيرو جيفن ان واحد كان مبعوث هتطلع ايه؟ هتطلع الحته اللي هنا. صح؟ طيب حاجه هتطلع مختلفه عن البتاع اللي جنبها؟ مش هتطلع مختلف، هما زي بعض بالظبط، هتلاقي هنا من السيمتري بتاعت المسألة هتلاقي البروبابيلتي اللي هي 0 1 دي بتساوي البروبابيلتي بتاع 1 0. تمام؟ فيبقى في الآخر البروبابيلتي اوف ايه؟ اوف سيمبل ايرور هيطلع ايه؟ هو ايه؟ نفس الرقم ده، لأن ده البروبابيلتي جيفن إن واحد كان مبعوت، اوف ايرور جيفن إن واحد كان مبعوت، والبروبابيلتي اوف ايرور جيفن إن 0 كان مبعوت، يبقى هو ايه؟ نفس الحاجة. تمام؟ يبقى البروبابيلتي اوف ايرور هتبقى نص الفك اوف ايه؟ اوف جذر اي بي على ان نوت. وده البروبابيلتي اوف ايرور بتاعه الباينري بي اس كي اللي هو بالظبط البروبابيلتي اوف ايرور اللي انتوا اخدتوه لما كنتوا بتبعتوا حاجه وعكسها. واحد وماينس واحد هي بالظبط هي نفس الحاجه فعلا، انك انت بتقعد برضه في حاجه ونفسها حاجه وعكسها، والثانيه انت ما خدتش طبعا كونسبت السيجنال سبيس فيها كنت لسه، لكن هي في النهايه برضه الدكتور نفع رسم لك الرسمه دي وحط لك اكس كده ورسم لك بي دي اف وبي دي اف، فهي بالظبط ايدنتيكال. كويس؟ فده معناه ان انا لو باعت اي حاجه وعكسها كويس وبعمل كوهيرنت ريسبشن الكوبيليتي اوف ايرور دايما بتطلع نفس الحاجه اللي هي دي، فدي الكوبيليتي اوف ايرور بتاعت لو انا بعت حاجه وعكسها وبعمل كوهيرنت ديتكشن. اوكي سهل شيل بتاع مش سامع فاضيين لهم ايكوال بروبابل. لو مش ايكوال بروبابل هنرجع بقى للماب اللي هو كان فيه كوبيليتي اوف واحد وكوبيليتي اوف زيرو، وهتلاقي البتاع دي مش هتلاقيها عامله كده، هتلاقي اصلا يعني لو الواحد كان بيحصل بالبروبابيلتي اعلى فهتلاقي نفسك بتديسايد هنا مثلا انه في واحد كانت مبعوثه مش هنا، فبروبابيلتي اوف زيرو كانت اعلى هتلاقي نفسك بتديسايد هنا ان الزيرو كانت مبعوثه. اوكي؟ لا لا لسه هنشوف لك بعض اظبط. هنشوف اظبط. هنشوف النهارده يعني اظبط. ماشي يا جماعه؟ فده باينري بي اس كي. حد فيكم شاف كلمة بي اس كي دي قبل كده؟ شفتوها في أي حاجة؟ ها؟ شفتوا قصة كلمة بي اس كي دي في أي حاجة قبل كده؟ وأنتوا بتلعبوا في أي كوميونيكيشن ديفايس طلعت لكم كلمة بي اس كي دي؟ ما حدش فيكم شافها قبل كده في أي حاجة؟ ما حدش فيكم لعب في الدش قبل كده؟ الريسيفر؟ ما شفتوش بي اس كي دي في الريسيفر؟ شفتوا البتاع دي قبل كده ولا؟ وأنت بتلعب في الريسيفر؟ سيمبل ريت وموديوليشن وحاجات كده، شفتوا الكلام ده؟ فالريسيفر بيستخدم ايه بي اس كي اللي احنا هنتكلم عنه غالبا النهارده. اوكي؟ فالبي اس كي ده هو من ايه؟ من اشهر انواع الموديوليشن، هو والحاجه اللي اسمها كوامر هنتكلم عنها برضه واحنا بنتكلم يعني. طيب الباور سبيكتر دانس بتاعت البي اس كي هي ببساطه عباره عن ايه بقى؟ هي زي بقى ما اتكلمنا على حكايه البيس باند ايكويفالنت سيجنال. فالبيس باند ايكويفالنت سيجنال هنا احنا قلنا البيس باند ايكويفالنت سيجنال هي ايه؟ هي ان انا بحاول افصص السيجنال لسيجنال مضروبه في كوزاين زائد جي سيجنال مضروبه في ساين. تمام؟ فهنا ببساطه هتلاقي انه ايه؟ ان انا عندي البتاع اللي عامله كده دي 1 0 1 1 دي مضروبه في ايه؟ في الكوزاين. فدي اصلا هي نفسها البيس باند ايكويفالنت سيجنال. فالبيس باند ايكويفالنت سيجنال بتاعت البي اس كي هي النون ريتيرن تو زيرو سيجنال. تمام؟ فيبقى الباور سبيكتر دنسيتي بتاعها ببساطه زي ما خدنا المره اللي فاتت، هو ان انا بجيب الباور سبيكتر دنسيتي بتاع دي وبعدين اشفته يمين وشمال. اوكي؟ فهي ببساطه ايه؟ النون ريتيرن تو زيرو سيجنال هي الباور سبيكتر دنسيتي بتاعتها، وبعدين شفتد عند كارير فريكونسي عند اف سي وماينس اف سي. فهي ببساطه يبقى شكلها عامل كده. خدتوها دي على الدكتور نافع في محاضره كامله تلاقيكوا ولا حاجه.
اللي هي بتطلع في الاخر سينك سكويرد وبايه؟ وبإف تي بي. تمام؟ فده شكل السبيكترم. والمهم ان المسافه دي هي 1 على تي بي من هنا، يعني لو ده 0 يبقى ده 1 على تي بي، لو ده اف سي يبقى ده اف سي زائد 1 على تي بي. تمام؟ فده شكل السبيكترم بتاعنا بيفولو شكل السينك سكوير. طيب اي سؤال؟ قولي. شيل البتاع برضه ما سمعتيش. صح؟ نفس الكلام هي نفسها. انت جبت الاوتو كوريشن فانكشن بتاعت دي وجبت منها الباور سبيكتر داسي بتاعت دي وطلعت سينك سكوير. طيب. تاني بقى نوع موديليشن هناخده هو الكيو بي اس كي اللي هو في السيمبل في 2 بيتس. تمام؟ ففي 2 بيتس دي يعني في واحده من اربعه سيجنالز بنبعتها. طيب الاربع سيجنالز اللي بنبعتهم شكلهم عامل ازاي؟ شكلهم عامل كده. اس اي اوف تي بتساوي جذر اي على تي اللي هو السكيلنج فاكتور بتاعنا وكوزاين زائد ايه؟ اربعه فيزز. تمام؟ يعني هتعوض هنا بواحد واثنين وثلاثه واربعه فهيطلع لك ثلاث ارباع باي و ربع باي بقى وثلاث ارباع باي وخمسه على اربعه وسبعه على اربعه. تمام؟ دول الاربع فيزز بتوعنا. طيب هنفك بقى البتاعه دي بكوزاين كوزاين ماينس ساين ساين هتلاقينا شكلها عامل كده. خلاص؟ جذر اي تي سيبك من الجذور دي مش مهمه. كوزاين وساين هي 2 اي ماينس 1 في باي على 4 و2 اي ماينس 1 في باي على 4 كوزاين وساين وهنا في كوزاين وهنا في ساين. تمام؟ طيب هنا كليرلي بقى البيزنس فانكشنز هتبقى ايه؟ ساين وكوزاين زي ما قلت لكم في 90% او اكتر من الموديليشن تكنيكس هو ساين وكوزاين. تمام؟ واحنا هناخد اكشولي في محاضراتنا دي كلها هو بيطلع ساين وكوزاين ما عدا الاف اس كي. الاف اس كي بيبقى فيها كذا بيزنس فانكشن زي ما هنشوف يعني. انما بقيه الحاجات كلها بيطلع في الاخر كوزاين وساين. طيب فالكوزاين والساين بتوعنا دول هم هيبقوا ايه؟ البيزنس فانكشن. طب هو هم كده بيحققوا الكونديشنز، الكونديشنز بتوع البيزنس فانكشنز ايه؟ ان هم يبقوا اوكتاجونال والانرجي بواحد. تمام؟ فالاثنين دول اوكتاجونال والانرجي بواحد. ساين وكوزاين هتضربهم ببعض وتكامل عندك كومبليت سايكلز هتطلع صفر. والانرجي بواحد تاخد البتاع دي وتربحها وتكملها هتطلع برضه ايه؟ الانرجي بواحد. يبقى الاثنين هتطلعوا لنا انرجي بواحد واوكتاجونال على بعض. فبقى عندي ايه؟ الفاي 1 بتساوي كذا والفاي 2 بتساوي كذا، فبقت السيجنال شكلها عامل كذا. تمام؟ السيجنال اللي عامله كذا دي هنعوض بقى باربع ارقام اللي هي 1 2 و3 و4 فيها هيطلع لنا الشكل اللطيف ده. فدول الاربعه سيجنالز بتوعنا. تمام؟ هو يعني خلينا نرجع هنا وبعدين نيجي تاني. فشكلهم في النهايه يعني هيطلع شكلهم عامل كده. كويس؟ الحاجه اللي مضروبه في البيزنس فانكشنز دي يا اما بوزيتيف وبوزيتيف يا اما بوزيتيف ونيجاتيف، نيجاتيف بوزيتيف، نيجاتيف نيجاتيف. فتلاقي نفسك شكل الكونستليشن بتاعك بقى شكل ده عامل كده. اوكي؟ فده بيزنس فانكشن اولانيه ودي بيزنس فانكشن ثانيه ودور الاربعه بوينتس بتوعي اللي بيكونوا الكونستليشن بتاعي شكلهم عامل كده. ودول ايه؟ الفور بوينتس بتوعي مكان كل نقطه منهم هو بلس وماينس جذر اي على 2. خلاص؟ فبقى شكلها ايه لطيف قوي زي ما انتم شايفين كده. والديسيجن باوندريز بتاعتنا تبقى عامله ازاي؟ ده اللي احنا كنا رسمناه المره اللي فاتت لما قارنا شويه حاجات ببعض. فتلاقي الديسيجن باوندريز بتاعتي هي الاكسيز بتوعنا دول. كويس؟ فلو الاكس فيكتور اللي انا استقبلته واقع في الحته دي هيبقى اس 4 مبروك. لو واقع في الحته دي يبقى اس 1. وهكذا. تمام؟ فده شكل الايه؟ السيجنال سبيس بتاعتنا. طيب ده شكل السيجنال وهم اربعه ساينوسويدلز بايه؟ بفيزز مختلفه، فكل واحده فيهم باديه بفيز غير الثانيه. فالاربعه فيهم فيزز ايه مختلفه زي ما انتم شايفين كده. فانا لما باجي على حسب التو بيتس اللي جايين لي بنقي واحده من الاربعه دول وابعتهم. اوكي؟ ماشي يا جماعه؟ اي سؤال؟ يبقى احنا كده عملنا الستبس اللي احنا بنعملها، اي موديليشن تكنيك بنجيب بيزنس فانكشنز وبعدين بنرسم سيجنال سبيس بننقي بيزنس فانكشنز وبعدين بنرسم عليهم السيجنال سبيس بتاعنا والكونستليشن بتاعتنا، فدي الستبس اللي احنا عملناها، نجيب الديسيجن باوندريز عشان نحدد الكوبابيلتي اوف ايرور بعدين. اي سؤال؟ طيب. دلوقتي احنا عندنا ايه بقى؟ تو بيتس. تمام؟ التو بيتس دول احنا محتاجين نassign them للسيمبلز. انا عندي اربعه سيمبلز
تمام؟ كل واحده فيهم زي ما قلنا هتاخد حاجه من ايه؟ من الاربع حاجات اللي احنا البوسيبل. يبقى واحده من السيمبلز هتاخد 0 0، واحده هتاخد 0 1، واحده هتاخد 1 0، واحده هتاخد 1 1، صح؟ دول الاربع اوبشنز بتوعنا. جت كده مثلا دي بعتنا اس 1، جت كده دي بعتنا اس 2 وهكذا. فعاوزين نشوف هنقصاين ازاي السيمبلز للبيتس. كويس؟ يعني لما تيجي 0 0 هديها انهي واحده، ولما تيجي 0 1 هديها انهي واحده وهكذا. ففي قدامكم تو اكزامبلز او تو بوسيبل ديستريبيوشنز للبيتس على السيمبلز. تمام؟ حد فيكم يقدر يقول لي مين فيهم احسن وليه؟ يعني في واحده من دول احسن من الثانيه. احسن احسن ليه؟ مين احسن وليه؟ قولي. اللي على الشمال احسن ليه؟ ما بين كل ريجن والثانيه. طب ما هنا في تو. هو في يعني ايوه تغيير واحد بس في بيتها هو الاحسن. تغيير واحد يعني ايه تغيير واحد في بيتها؟ يعني انا ستيل انا واحد احسن شمال ولا يمين؟ ده احسن؟ ليه؟ وفين التغيير واحد في البيت؟ ما هم نفس الاربعه بيتس. واحد 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 زيرو زيرو. ها؟ انت على فكره انت هتجاوبي صح. يعني انت ماشيه في الرايت دايركشن. عشان عشان لقيت مثلا حاجه غلط هنا يعني ايوه هيبقى صعب ان انا اديتكت يعني اخليها يعني في الريجن الغلط يعني. طيب انت مش عارفه تعبري يا اما مش فاهمه كويس. حد تاني يقول لي. طيب الموجب بواحد والسالب بزيرو. ماشي. لا مش ده السبب. مش ده السبب. قول. كويس. دي مش هتبقى ايه؟ مش هتبقى نيبلز. طيب ماشي. قول. حد عايز يقول حاجه ثانيه؟ قول. هنا هتشبهي بيت واحده ازاي؟ من هنا لهنا في بيت واحده؟ لا انت هنا ما بين دي ودي في كام بيت ديفرنس؟ لا اثنين. بيغير يعني ايه؟ بس هنا في اثنين. ها؟ حلو. قول. تمام. هو يعني ايه انتوا كلكم قلتوا حاجات مظبوطه بس مايكل انت صح؟ بس مايكل قالها مظبوط قوي. ايه الفكره كلها؟ الفكره كلها ان انا ايه البروبابيلتي الاعلى انها تحصل؟ البروبابيلتي الاعلى انها تحصل ان انا اروح من هنا لهنا ولا ان انا اروح من هنا لهنا؟ تمام؟ زي ما قلنا النقط القريبه احتمال الغلط وان انا اوصل لها بيبقى دايما اعلى من ايه؟ من النقط البعيده. تمام؟ فالنقط دي اقرب لبعض من النقط دي. تمام؟ فانا عاوز النقط اللي تبقى قريبه من بعض تبقى مختلفه في عدد اقل من البيتس. كويس؟ النقط اللي قريبه من بعض تبقى مختلفه في عدد اقل من البيتس. يعني انا هنا اي اثنين جنب بعض فارقين عن بعض ايه؟ 1 بت. فانا لو جاي ايرور من هنا غالبا يا هيوديني كده يا هيوديني كده. احتمال اقل بكتير انه يوديني هنا. صح؟ محتاج نويز اعلى. فالنويز الاعلى دي البروبابيلتي بتاعتها اكتر. البروبابيلتي بتاعتها اقل انها تحصل. البروبابيلتي بتاعتها اقل انها تحصل. فشوية النويز اللي هيجيبوني من هنا لهنا أقل بكتير من شوية النويز اللي هيجيبوني من هنا لهنا. تمام؟ فأنا عاوز دايماً الحاجة اللي جنب الحاجات اللي جنب بعض يبقوا مختلفين في واحد بت. دي هتبان أكتر لما ناخد 8 بي اس كي ولما ناخد 16 كوان هيبقى فيهم 4 بتس و3 بتس. هنشوف ساعتها إزاي كمان ممكن تفرق أكتر. لكن إحنا الفكرة كلها إيه؟ إن أنا عاوز أقلل. عاوز يعني اسمعوا الكلام كويس لأنه كل كلمة ليها معنى. عاوز أقلل البيت ايرور ريت فور ذا سيم سيمبل ايرور ريت.
اقلل البيت ايرور ريت فور ذا سيم سيمبل ايرور ريت. سيمبل ايرور ريت يعني ايه؟ يعني انا ايه البروبابيلتي ان انا ابعت دي ويجي لي حاجه ثانيه. بيت ايرور ريت يعني البيت دي اتغيرت او البيت دي اتغيرت، فهم غير بعض تمام، واحده فيهم هنجيبها من الثانيه. لكن السيمبل ايرور ريت ده الالوكيشن بتاعي للبيتس مش بيفرق فيه. سيمبل ايرور ريت يعني انا باعت سيمبل وصرني غلط، انما بيت ايرور ريت انا هترجم السيمبل ده لبيتس واشوف بقى قصاد السيمبل اللي باظ في كام بيت باظ تمام. طيب فهنا احنا هناخد دايما ده اللي هو اسمه جراي انكودنج، جراي انكودنج. فجراي انكودنج ده بيقول ان انا الحاجات اللي جنب بعض يبقى فرق بينهم 1 بت اكشوال. وهنشوف ان احنا نعرف نعمل دي في ال 8 بي اس كي وفي ال 16 كوام وفي الموديوليشن تكنيكس اللي هي اللي احنا هنتعامل معاها كويس. ان دايما مثلا الاربعه ال 16 كوام زي ما هنشوف ان عندك 4 بتس، لكن كل سيمبل منهم الاربعه النيبرنج ليه هيبقوا فارقين عنه في 1 بت بس، وفي ثلاثه زي بعض. فانا لو غلطت في السيمبل ورحت سيمبل تاني في ثلاثه بتس هيوصلوا صح وبيت واحد بس اللي هيوصل غلط تمام. فده اسمه جراي انكودنج وده اللي بنستخدمه على طول. طيب يبقى احنا ايه دايما هناخد الجراي انكودنج؟ يبقى احنا هناخد التكنيك ده عشان نحدد ايه ال البيت ايرور ريت بقى من السيمبل ايرور ريت. طيب الاول هنشوف شكل المودريتور والدي مودريتور، هم شبه البي اس كي البي بي اس كي، لكن الفرق ان عندنا ايه دلوقتي عندنا تو بيزس فانكشنز. فالمره دي عندنا البولر نان ريتيرن تو زيرو. طبعا احنا لو خدنا ده خلينا بقى نتعامل مع ده كده كويس. ده في بقى كذا حاجه سهله هتسهل لنا حاجات كتير قوي. اول حاجه المودريشن، هتلاقي نفسك ايه البيت اللي هي اللي على اليمين دي، البيت اللي على اليمين هي ماشيه مع فاي 2. يعني لو البيت اللي على اليمين بواحد انا باعت بوزيتيف، لو البيت اللي على اليمين بزيرو انا باعت نيجاتيف تمام. فكانه بي اس كي للبيت اللي على اليمين لوحده مع فاي 2. فالبيت اللي على اليمين بواحد هبعت الفاي 2 دي بوزيتيف، البيت اللي على اليمين بزيرو هبعت الفاي 2 نيجاتيف. نفس الكلام البيت اللي على الشمال هي ماشيه مع مين؟ فاي 1. لو البيت اللي على الشمال بواحد هبعت فاي 1 بوزيتيف، لو البيت اللي على الشمال بزيرو هبعت فاي ايه؟ نيجاتيف تمام؟ فدي اوبزرفيشن من شكل الكونستليشن. حلو؟ طيب وبعدين نلاقي هنا بقى انه ايه؟ الناس استخدمت البروبرتي دي انها تبعت السيجنال. فعندي هنا باينري داتا سيكونس داخل على فورا نان ريتيرن تو زيرو انكودر تمام؟ فده بيطلع لنا اللي هو ايه؟ الشكل ده كده. طيب وبعدين في دي مالتيبلكسر، الدي مالتيبلكسر ده بياخد دول يطلع الواحد من فوق والزيرو من تحت، وبعدين الواحد ده من فوق والواحد ده من تحت وهكذا. فبقت البيت اللي فوق بتموديوليت كوزاين والبيت اللي تحت غير اللي بعدها بتموديوليت ايه؟ الساين. تمام؟ فبقى عندي هنا الكوزاين بيضرب في بيت والساين بيضرب ايه؟ في بيت ثاني. تمام؟ فبقت وبعدين اجمعهم على بعض اطلع كيو بي اس كي 7. فده الشكل ده طلع لنا من الاوبزرفيشن اللي انا قلتها لكم على شكل ال السيجنال سبيس بتاعنا، الكونستليشن بتاعنا على السيجنال سبيس عامل ازاي. اوكي فده شكل الترانسميتر. طيب الريسيفر عامل ازاي؟ هناخد بقى الحاجه اللي جايه اللي هي كيو بي اس كي سيجنال دي، دخلت ضاف عليها نويز وجت هنا اسمها اكس. نفس الكلام ده بقى العادي بتاعنا، ان انا عندي هنا الاكس اللي داخله دي هعمل لها كوريليشن مع كوزاين وكوريليشن مع الساين، اللي هو هضرب في ساين او في كوزاين واعمل انتجريشن. وعندي هنا راندوم فاريبل اسمه اكس 1 وعندي راندوم فاريبل اسمه اكس 2 تمام. الجنرال كيس هاخد اكس 1 واكس 2 مع بعض ادخلهم على ديسيجن ديفايس. يعني الطبيعي ان انا اخد اكس 1 واكس 2 واروح مدخلهم على ديسيجن ديفايس واحده، لكن برضه نتيجه ان احنا عملنا السيجنال دي بشكل معين فبقى اللي فوق ده هيديسايد بيت ليا واللي تحت ده هيديسايد بيت ثانيه ليا تمام. لانه اللي ماشي على الكوزاين بيطلع بيت واللي ماشي على الساين بيطلع بيت ثانيه ومفيش ريليشن ما بينهم كويس. يعني فاي 2 مثلا مش بتاثر خالص في البيت اللي هي مثلا على اليمين، وفاي 1 مش بتاثر خالص في بيتك على الشمال كويس. فانا محتاج ابص على فاي واحده بس عشان اديسايد كل بيت منهم، فابص على الفاي الاولانيه اطلع واحده وابص على الفاي الثانيه اطلع واحده ثانيه. اوكي فهنا هطلع منه ايه؟ استيميشن للباينري سيكونس. اي سؤال؟ اي سؤال؟ طيب تعالوا نشوف بقى الايرور بروبابيلتي.
طيب البروبابيلتي اوف ايرور بتاعه الكيو بي اس كي عشان نجيبها محتاجين برضه نفس الكلام نشوف الجاوسيان راندوم فاريبلز اللي هم اكس 1 واكس 2 دول البي دي افس بتاعتهم عامله ازاي كويس طيب فالبي دي اف بتاعت اكس 1 هتبقى ايه نفس الكلام جاوسيان المين بتاعها كلهم يعني الاكس 1 والاكس 2 في الاربعه كيسز هيبقوا جاوسيان المين بتاعهم بزائد او ناقص جذر اي على 2 اللي هو طالع من هنا ده اللي هو البروجكشن بتاع اس اي على فاي 1 او البروجكشن بتاع اس اي على فاي 2 بيطلع جذر اي على 2 ببلس او ماينس تمام فالاكس 1 والاكس 2 هيطلعوا جاوسيان راندوم فاريبلز المينز بتاعتهم هتبقى بلس ماينس جذر اي على 2 والسيجما سكويرد بتاعتهم هتبقى ايه بين النقط على 2 طيب وبعدين خلينا قبل ما نروح دي في اي مشكله يا جماعه لغايه هنا احنا بنعيد بالظبط نفس اللي احنا عملناه نفس الكلام بس عندنا اثنين بيزنس فانكشنز بدل واحد اي بيزنس فانكشن عندنا بنتعامل معاها على طول هتطلع لنا حاجه السيجما سكويرد بتاعتها بان نوت على 2 والمين بتاعها بايه بالبروجكشن بتاع السيجنال على البيزنس فانكشن كويس فده اللي احنا ايه دايما بنتعامل معاه اي سؤال طيب هنعمل ايه بقى الكوهيرنت بي اس كي ده بقى كانه equivalent لاثنين coherent الكيو بي اس كي بقى equivalent لايه؟ لاثنين coherent بي بي اس كي signals working in parallel and using two carriers that are in phase quadrature خلاص؟ يعني اكس 1 واكس 2 can be viewed as the individual outputs of two coherent بي بي اس كي systems but note that the signal energy is just e على 2 is e على 2 يعني بدل e طيب تعالوا نرجع تاني هنا ونحاول نفهم ايه اللي احنا بنقوله ده طيب انا دلوقتي عاوز اديسايد على البتوع دول حلو عاوز اديسايد على الاربعه دول اللي هم يعني عشان نساعد على نفسنا احنا بس نبقى عارفين ان النقط دي كلها عند جذر ايه على 2 بوزيتيف او نيجاتيف تعالوا نبص هنا نبص بقى على احنا هنستخدمها دي لو انا عاوز اجيب البروبابيلتي اوف ايرور بتاعه البتج على اليمين من غير ما اعمل اي كالكوليشنز جيفن ان انا عارف ان البيت ايرور ريت بتاعه الباينري بتاعت الباينري بي اس كي كانت كام؟ نص ايرفك وبايه؟ وبجذر صح؟ نص ايرفك وبجذر اي بي على ان نوت اللي احنا عملناها في البي بي اس كي فانا عارف المعلومه دي وعاوز منها اعرف البروبابيلتي اوف ايرور بتاعت البيتج على اليمين والبيتج على الشمال تمام؟ حد يقدر يقول لي ازاي استخدم المعلومه دي ان انا اطلع الكوبيلتي اوف ايرور بتاعت اي بيت من دول؟ دول كانوا طالعين لما كان عندي سيجنال سبيس عامل كده. طب ده شغال؟ طيب فاحنا كان عندنا الشكل ده لما كان السيجنال سبيس شكله عامل كده عندي جذر اي بي وناقص جذر اي بي كان البروبابيلتي اوف ايرور شكله عامل كده نص ايرفك اوف جذر اي بي على ان طيب ازاي اقدر استخدم ده في ان انا ايه اطلع البروبابيلتي اوف ايرور بتاع دول من غير ما اعمل اي كالكوليشن لا انا ماليش دعوه تزيد وتقل انا عاوز اعرف الاكسبريشن قول كويس خلينا ناخد البيت الاولانيه لوحدها البروبابيلتي اوف ايرور بتاعت البيت الاولانيه لوحدها هتطلع كام؟ هتطلع نص ايرفك وبايه بقى؟ احط ايه جوه الايرفك؟ كده؟ واحدة واحدة بس احنا لسه اهدى ها
هل الكلام ده صح ولا لا؟ هو دلوقتي بنقول احنا كان عندنا كونستليشن عامل كده، طلع لي بيت ابو بيت كده، دلوقتي بقى عندي كونستليشن عامل كده. كل مسافة من دول جذر. ف عاوزين دلوقتي نشوف هو مايكل اقترح علينا هذا الاقتراح، قال لنا البروبابيلتي اوف ايرور بتاعت البيت مثلا على اليمين دي، بدل بقى ما نقعد نسميهم على اليمين وعلى الشمال هنسميهم بي 1 وبي 2. البروبابيلتي اوف ايرور بتاعت بي 1 مثلا هيطلع شكلها كده. هل كلامه صح ولا غلط؟ كلامه صح ولا غلط؟ انت بتقول انت نفسك يعني انت قلت بحاجه وبعدين بتقول غلط؟ يعني انت عاوز تصلح كلامك؟ انا مش عاوز ممكن، ما تقوليش ممكن، اديني رقم اكتب ايه يعني، انا ما تقعدش تشرح لي قصه حياتك، اكتب ايه هنا؟ اكتب ايه غير دي لو دي مش عاجباك؟ ايه؟ ايه بس مش ايه على اثنين؟ يلا. حد عنده اقتراح تاني؟ قولي. مش سامع حاجه، قولي تاني. الانرجي بتاعت السيمبل، ما هو الانرجي بتاعت السيمبل اسمها ايه؟ يبقى ايه يعني؟ طيب فبقى كده بقى عندنا اقتراحين. ايه على اثنين وايه؟ جوه البتاع الارف دي. حد عنده اقتراح تاني الاول؟ حد يقول اثنين ايه مثلا؟ انت؟ عشان سيمتري. يبقى كل حاجه موجوده قدامنا. قولوا لي بقى. مين شايف اي حاجه من دول؟ مين شايف انها اي الاول؟ مين شايف انها اي؟ كام واحد؟ مش انت قلت اي وانت قلت ايه؟ طب قاعدين ساكتين ليه؟ يعني انتوا الاثنين دبستوا الناس، ارفعوا ايديكم، مش شايف ايه ارفع ايده. خمسه سته. طيب مين شايف انها اي على اثنين؟ 10 اثنين اي. انت لوحدك؟ انت والتاني؟ يلا اصحاب انت واصحابك. ماشي كده 19 واحد، انتوا بتاع 40 واحد. الباقيين طيب شايفين ايه؟ اي حد من الناس اللي ما رفعتش ايديها مش شايفين اصلا، شايفين حاجه. انت ايه رايك؟ انت رفعت ايدك؟ طيب وانت؟ برضه؟ طب عاوزين نصاب حد ما رفعش ايده، انت رفعت ايدك؟ قولي رفعتش ايدك ليه؟ تبقى ايه عشان الانرجي الانرجي بتاعت السيمبل. طب الانرجي بتاعت السيمبل علاقتها ايه بالموضوع؟ بصوا ركزوا بقى معايا في الحته دي. احنا هنا البتاع اللي طلع لنا دي طلع لنا بيزد على ايه؟ بيزد على اكشولي المسافه ما بين النقطتين، كويس؟ يعني دي حاجه احنا نتعلمها. لو المسافه ما بين النقطتين كذا يبقى الايرور ما بينهم كذا، كويس؟ فهنا المسافه ما بين الاثنين 2 جذر اي، خلاص؟ او 2 جذر اي بي يعني. فلما تبقى المسافه 2 جذر اي بي يبقى البروبابيلتي اوف ايرور فيها هنا اي بي تحت الجذر، تمام؟ يعني دي كومبليتلي ديبندنت على المسافه ما بينهم. المسافه ما بينهم هي اللي طلعت لنا الاشكال دي، فطلعت لنا منها ايه؟ الحته اللي احنا عملناها دي، خلاص؟ فالموضوع ملوش علاقه باي او باي على اثنين، القصه كلها المسافه ما بين النقط قد ايه، تمام؟ فالمسافه هنا ما بين النقط هي كام؟ 2 جذر اي. طيب المسافه هنا ما بين النقط كام؟ جذر اي، صح؟ ان انا الغلط ما بين النقطتين ملوش اي حاجه، ملوش اي علاقه باي حاجه غير المسافه ما بينهم. يعني لو خدت النقطتين دول حطيتهم في اي حته في السيجنال سبيس، في اي حته في السيجنال سبيس الايرور هيطلع ديبندنت على المسافه اللي ما بينهم، كويس؟ فالمسافه اللي ما بينهم جذر اي، المسافه اللي ما بينهم هنا ايه؟ 2 جذر اي بي.
كويس؟ يبقى انا لازم اشيل هنا اثنين جذر اي بي واحط مكانهم مين؟ جذر اي، او يعني اشيل اثنين اي بي واحط مكانهم اي. تمام؟ فهتلاقي نفسك الصح بتاعك مين؟ هو ده. تمام؟ ففي الاخر اللي يهمنا هو المسافه ما بين البوينتس على الكونستليشن، المسافه ما بين البوينتس هي اللي بتحدد الايرور عامل ازاي. تمام؟ وده اللي مكتوب بقى هنا. ان احنا عندنا بي بي اس كي سيجنال بطنوت ده سيجنال انرجي از جذر اي على اثنين. انا لو بصيت للنقطتين دول لوحدهم، يعني لو بصيت على البتاعتين دول لوحدهم كانهم في سيجنال سبيس لوحدهم اللي هو 1 و0، كانهم في سيجنال سبيس لوحدهم 1 دايمنشنال والنقطه على بعد جذر اي على اثنين بدل ما هي جذر اي بي. تمام؟ فهتلاقي نفسك البيت ايرور جيت بتاع اي بيت منهم هيطلع شكله عامل كده. تمام؟ فده البيت ايرور جيت بتاع اي بيت من التو بيتس. تمام؟ طيب وبعدين الحاجه الثانيه بقى هنا احنا عاوزين نريجيت دايما في probability of error، احنا عاوزين نريجيت البيت ايرور جيت مع الانرجي بير بيت اللي هي حاجه اسمها الاي بي مش مع الاي. الاي اللي احنا شايفينها في الاكزامبل بتاعنا ده هي اسمها الاي اس، الاي اس اللي هو السيمبل انرجي، فالسيمبل انرجي اسمه اي. كويس؟ طيب البيت انرجي بقى يبقى اسمها ايه؟ انا عندي السيمبل فيه كام بت؟ السيمبل فيه 2 بتس، 1 1 1 0 مش عارف ايه. فالسيمبل ده على بعضه في انرجي اسمها ايه؟ يبقى الانرجي في البيت بتساوي كام؟ انرجي في السيمبل على نمبر اوف بيتس بير سيمبل. تمام؟ يبقى احنا في الكيس بتاعت الكيو بي اس كي هتبقى ايه؟ اي اس او اي على 2. تمام؟ فهنلاقي انه الاي على 2 دي هي نفسها ايه؟ ماشي؟ فهنلاقي ايه؟ الاي اس دي اللي هي موجوده في الايكويشن اللي هي الاي هي على 2 دي بتساوي ايه؟ الاي بي. فهتلاقي انه في الكيو بي اس كي البروبابيلتي اوف ايرور بتاعتك هي نفسها البروبابيلتي اوف ايرور بتاعت البي بي اس كي. يعني احنا هنا بالرغم من اننا زودنا النمبر اوف بيتس في الكونستليشن الا انه البيت ايرور ريت واحد. ودي حاجه مش هتحصل تاني، يعني لما تروح من 4 ل 8 هتوحش، من 8 ل 16 هتوحش. الحاجه الوحيده اللي بتحتفظ بالقصه دي هي الكيو بي اس كي مع البي بي اس كي. عشان الكونستراكشن بتاع السيجنال ساعد ان ده يحصل. تمام؟ ففي الاخر بقى عندي البيت ايرور ريت اللي هي probability of bit يعني ايرور هيطلع شكله عامل كده. نص ارفك اوف جذر اي بي على ان نوت برضه. تمام؟ قول. طبعا ما هو ده اللي هيحصل ما عدا في الكيس دي. الارفك دي شبه الكيو يعني عامله كده. ماشي؟ طيب احنا كده جبنا البروبابيلتي اوف ايه؟ اوف سيمبل ايرور. طيب عاوزين نجيب بقى البروبابيلتي اوف بيت ايرور. سوري احنا كده يعني المره الوحيده اللي احنا هنجيب البيت ايرور ريت قبل السيمبل ايرور ريت. لا هو في المساله دي بالصدفه. بالظبط. لا هي دايما الانرجي بير بيت هي الانرجي بير سيمبل على النمبر اوف بيتس بير سيمبل. ده الجنرال كيس. في الكيس بتاعتنا دي الاي اللي احنا حطيناها في الايكويشنز هي كمان بالصدفه الانرجي بير سيمبل. ماشي؟ مظبوط. هيطلع ايه؟ مظبوط؟ دي سكوير زائد دي سكوير تطلع الانرجي. ماشي؟ طيب بعد كده عاوزين نجيب بقى ايه probability of symbol error. طيب probability of symbol error هنجيبه ازاي؟ انا جبت دلوقتي probability of bit error اللي هي بي بي دي او بي اي هات ولا مش عارف ايه. عاوزين نجيب بقى احتمال ان السيمبل يبقى غلط. احنا كده جبنا احتمال ان البيت تبقى غلط. كويس؟ ايه بقى احتمال ان السيمبل يبقى غلط؟ خلينا بقى نخبي دي قبل ما تبص عليه. ما تغلطش في بيت. يبقى probability of ايه بقى اللي انت بتقوله ده؟ صح. وبيت ان السيمبل اخده كوركت. اريسيف السيمبل ايه؟ كوركتلي. هو مين؟ ان انا اريسيف الاولاني صح واريسيف الثاني صح. تمام؟ فده وبيت اوف ايه؟ اوف كوركت.
يبقى 1 ماينس ده هو كوابيليتي اوف سيمبل ايرور، هو 1 ماينس ده. تمام؟ هو هيطلع هنا على طول، يطلع شكله عامل كده. وطبعا بي اي سكويرد دي ان جنرال بتبقى صغيره قوي، فهو هيطلع كانه 2 بي اي، يعني كان احتمال الغلط في السيمبل دبل احتمال الغلط في البت تقريبا. اوكي؟ نعم. ليه؟ عشان اسهل ان انا اعمل كده. ما انا هكمل غلط، يعني هتضطر تكمل بعد كده في حاجات تانية، لكن في دي انت مش محتاج. يعني ايه؟ يعني ايه كانها مش موجوده؟ لا، انت بتجيب كل حاجه موجوده، بتجيب probability ان انا اغلط في البيت دي او في البيت دي في الشكل ده. انت مش بتقسيم اي حاجه، انت شغال فعلا على دي او على دي. يعني انت بس لاحظت ان البيت اللي هي دي ماشيه مع فاي 1 تماما، فاي 1 بوزيتيف دي تبقى بوزيتيف، فاي 1 نيجاتيف دي تبقى نيجاتيف، تبقى زيرو. ما بتشيلش حاجه من دول، دول كلهم موجودين بنفس الشكل بنفس كل حاجه. لا، ما هو كل حاجه ليها شكلها، مفيش حاجه اسمها لو هم مش منتظمين، لو هم مش منتظمين بقى احنا بنحل مساله ثانيه. كل مساله وكل كونستليشن ليه ظروفه. ما تقدرش تجنرالايز من ده، ده حاجه فيري فيري سبيشال. ماشي؟ زي ما هنشوف دلوقتي. نعم. دي ولا دي؟ دي اه هي دي يعني. لا، عامل كل الحسابات. انت هنا بتقول انا عشان اريسيف السيمبل ده صح، عشان اريسيف السيمبل صح لازم استقبل التو بيتس صح. ده كده واخد في حسابك كل حاجه. ماشي؟ لا، مفيش جنرال فوق، مفيش جنرال فوق. انت لا بتتكلم لو في كذا واحده. لو في كذا واحده انت وعندك البروبابيلتي بتاع كل واحده فيهم، اصل هم في احيان كتير ما بيبقوش زي بعض. واخد بالك؟ يعني ممكن دي تبقى دي البيت الاولانيه في 1 ماينس بروبابيلتي اوف البيت الثانيه في 1 ماينس بروبابيلتي اوف البيت الثالثه. هو ده كده هيدي لك البروبابيلتي اوف كوركت. مظبوط. لو انت عاوز تجنرالايز من الناحيه دي. نعم. سامعك. عشان اصعب. هتدي نفس الحاجه طبعا. انت متخيله يعني ان احنا لما عملنا كده هيطلع غير اللي احنا عاملينه؟ هتطلع هي هي بالظبط. وبعدين في مساله زي دي لما تيجي تحسبي probability of error انت ما بتعمليش كده. انت بتحسبي probability ان انا هريسيف كوركتلي عشان تسهلي على نفسك. كويس؟ فهكامل البتاع اللي هم اتنين في بعض في الحته دي. مش هكملهم في دي وفي دي وفي دي. واطلع الكوركت واعمل 1 ماينس ده يبقى انا كان ايه؟ اجيب منه وانا واقفين هنا. يعني ايه؟ لا، واحدة واحدة. probability of simple error ما بين الاثنين دول واحد. ما هو يعني ايه سيمبل؟ السيمبل يعني انا مش شايف 1 0 1 1 والكلام ده. احتمال ان انا ابعت النقطة دي واستقبل واحدة من الثلاثة التانيين. ف probability of simple error هتطلع دي irrespective انا عامل ايه؟ irrespective انا حاطط البيتس ازاي؟
تمام. نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام. ما تبصيش على البيتس، انا ببص على السيمبل، ملوش علاقه البيتس محطوطه ازاي. انا بعت السيمبل ده ما لكيش دعوه باللي مكتوب، هترجعي هنا. لا لا لا، اللي انت بتقوليه ده اصل معانا في البي بي دي، احنا بي بي اللي احنا جبناها دي هي اللي ليها علاقه بان انا حاطط البيتس ازاي، انما السيمبل ايرور ملوش علاقه. سيمبل ايرور يعني مجموعه سيمبلز اللي قدامي دول اللي انا اي ديدنت الوكيت اي بيتس ليهم، احتمال ان انا ابعت اس 4 واستقبل اي واحده من الثلاثه التانيين. ايوه ما هو البروبابيلتي، ما هو المسافه ما بين البوينتس ما لهاش علاقه بحاجه، هي ثابته. اه بالظبط صح. فالبروبابيلتي اوف سيمبل ايرور هيبقى ثابت، اوف سيمبل ايرور هيبقى ثابت. يعني انا باعت سيمبل واستقبلت سيمبل ثاني ليه علاقه بالمسافات دول، انما ترجمه ده لبيت ايرور ريت هو اللي بيختلف على حسب انا حاططهم كده ولا حاططهم كده. عاوز تعرفي هنا هحسبه ازاي؟ هشوف البروبابيلتي انا وانا باعت ده ايه البروبابيلتي ان انا استقبل ده، وايه البروبابيلتي ان انا استقبل ده، وايه البروبابيلتي ان انا استقبل ده. حلو. والبروبابيلتي ان انا استقبل ده هتعني بالنسبه لي 2 بيتس ان ايرور نوت 1 بيت ان ايرور. هو ده الفرق. فاهم انا بقول ايه؟ مش فاهمه. اسكتي 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 اسكتي، انا فاهمك. بصي ده التو كيسز صح؟ انا عندي هنا حاجه اسمها بي 1 ان انا ابعت ده واستقبل ده خلاص؟ وبي 2 وبي 3 خلاص؟ بي 1 وبي 2 وبي 3 تمام؟ البي 1 وبي 2 وبي 3 دول اللي هي احتمال ان انا ابعت السيمو ده واستقبل ده او ده او ده، مالهاش علاقه بالبيتس محطوطه ازاي؟ متفقين؟ طيب البروبابيلتي اوف ايرور هنا بقى بتاعت البيت. البروبابيلتي اوف ايرور بتاعت مثلا بيت 1 اللي هي دي هتطلع ايه؟ هتطلع بي 1 في كام بيت؟ في كام بيت هنا فرق؟ فهمتي؟ فهتلاقي نفسك ايه؟ من ديل دي مفيش ايرور، من ديل دي مفيش ايرور، وهنا من ديل دي انا كتبت حاجه غلط ولا ايه؟ كتبت حاجه غلط صح؟ 0110 ادي اللخبطه بتاع كلها ملخبطه مع بعضها. تمام؟ فهتلاقي نفسك البيت دي هنا البعيد متغير عنها. بي 3 غير بي 1 وبي 2. هنا البعيد زيها. كويس؟ فهتلاقي احتمال الايرور اللي هو الاثنين ايرورز اللي بيحصلوا اكتر دول بيحصلوا اكتر مديني في الاثنين ايرور في البيت دي. هنا احتمال الايرورز اللي بتحصل اكتر، واحده مش مدياني ايرور وواحده مدياني ايرور. فهتلاقي ترجمه السيمبل ايرور ريت ريبيت ايرور ريت مش واحد. فهمتي؟ انهي واحده هنا؟ البروبابيلتي ان انا اكون هنا واقع في دي؟ لا مش هشوفها كده. مش جايه في انهي واحده؟ هنا مش هتبقى كده، هنا مش هتبقى كده، هي دي هتبقى كده. سوري العكس، بتوع دول دخلوا في دماغي، دي صح كده، دي هتمشي مع بيزس فانكشنز، دي مش هتمشي مع بيزس فانكشنز. البيت الاولانيه مش ماشيه مع فاي 1 او فاي 2، والبيت الثانيه مش ماشيه مع فاي 1 وفاي 2. فمش هعرف اطلع اللي احنا عملناه لما كنا بنستخدم دي. مش هعرف اعمل كده. لازم اعمل اللي انا بقول لك عليه، احسب البروبابيلتي ان انا اكون هنا واروح هنا، وانا اكون هنا واروح هنا، وانا اكون هنا واروح هنا، واشوف كل واحده فيهم بينتج عنها كام بيت ايرور. ماشي؟ اي سؤال؟ طيب. طيب الكيو بي اس كي ده هتلاقي ان هو البيس باند ايكويفالنت سيجنال هتبقى عباره عن
نون ريتيرن تو زيرو سيجنال شبه دي كده مضروبه في كوزاين، واحده ثانيه مضروبه في ساين. كويس؟ فهتلاقي ان البيزس فانكشن بتاعتنا التليفون رن. يلا فهتلاقي ايه بقى الاس بيس باند دي اكس اي ودي اكس كيو. ماشي؟ فبقى عندي اكس اي اوف تي زائد جي اكس كيو اوف تي. تمام؟ كل واحده من دول ليها باور سبيكترال دنسيتي، ليها باور سبيكترال دنسيتي شبه الثانيه اكشولي، يعني دي هتطلع لك سينك سكويرد ودي هتطلع لك سينك سكويرد، وهتجمعهم على بعض هيطلع برضه سينك سكويرد. تمام؟ بس الفرق ايه بقى؟ الفرق ان احنا المره دي المسافه دي بقت نص على تي بي. تمام؟ قبل كده كانت كام؟ واحد على تي بي. فايه اللي حصل؟ الباند ويث حصل له ايه؟ نزل النص. كويس؟ فالكيو بي اس كي ده نزل لي الباند ويث للنص، واكشولي بقى الميزه كمان ان هو نفس البيت ايرور ريت. عشان كده تقريبا محدش بيستخدم البي بي اس كي. تقريبا كل الناس بتستخدم الكيو بي اس كي. لانه مدي لك ريت اعلى لو في نفس الباند ويث، هديك دبل الريت بنفس البيت ايرور ريت. كويس؟ فتقريبا ما حدش بيستخدم البي اس كي خالص، كله بيستخدم كيو بي اس كي عشان اللي انا بقول لكم عليه ده، باند ويث اقل او ريت اعلى لنفس الباند ويث. اوكي؟ الايه؟ مش عشان الكوست، انت الوكيتد باند ويث معين. السبيكترم بتاعك ليميتد، انا عندي 1 ميجا باند في الحته دي. هبعت فيه قد ايه؟ هبعت فيه بيتس ولا دبل البيتس؟ لنفس البيت ايرور ريت. هبعت فيه دبل البيتس، فتلاقي الناس كلها بتستخدم الكيو بي اس كي، ما حدش بيستخدم البي بي اس كي تقريبا. ماشي؟ طيب ده هنسيبه للمره الجايه لان يعني ده طويل شويه، وهناخد حاجه اهيب شويه منه، ده اللي هو الاي بي اس كي هنتكلم عنه المره الجايه لانه هياخد اكتر من 10 دقائق او ربع ساعه. فهنسيبه للمره الجايه. فتعالوا ناخد برضه موديريشن تكنيك تاني هايف بقى شويه. اللي هو اسمه الاي اس كي. كويس؟ الاي اس كي ده اللي هو الامبليتيود شيفت كينج. امبليتيود شيفت كينج يعني ايه؟ يعني انه الانفورميشن موجوده في الماجنتيود في الامبليتيود. حلو؟ الامبليتيود ده هنا بقى طبعا بوزيتيف او نيجاتيف زي ما انتم شايفين كده. فانا مثلا عندي اللي قدامنا ده اسمه 4 اي اس كي. حلو؟ فشكل السيجنال بتاعتنا هتبقى عامله كده. شكل السيجنال بتاعتنا عامله كده، جذر مش عارف ايه ده مش مهم سكيلينج فاكتور، وبعدين اي اي كوزاين. واي اي دي بتساوي زائد بلس ماينس 1 بلس ماينس 3 بلس ماينس 5 اند سو اون. طيب لو هي شكلها عامل كده هاخد البيزس فانكشن بتاعتي ايه؟ مش محتاجه يعني كوزاين صح؟ بالسكيلينج فاكتور بتاعها. فهتلاقي نفسك السيجنال بتاعتك عامله كده، خلاص ده بقى خدنا الشكل ده. بقى عندي الاكس واحد بتاعتي هو ما فيش بتاع واحده اسمه اي اي جذر اي نوت وان نوت على 2، فده شكل البوينتس بتاعتي شكلها عامل كده. تمام؟ فلو انا عندي مثلا 4 اي اس كي هيبقى شكلهم عامل كده. ماينس 3 جذر اي وماينس جذر اي وجذر اي و3 جذر اي. فدول الاربعه بوينتس بتوعي لما حطيتهم على البيزس فانكشنز بتاعتي. بيزس فانكشنز بقى هي بقت بيزس فانكشن واحده اللي هي الكوزاين. طيب وبعدين؟ عاوزين بقى نحسب كده بيت ايرور ريت وسيمبل ايرور ريت والقصص اللطيفه دي كلها. تمام؟ طيب probability of error هي ايه بقى؟ طيب احنا دلوقتي خلينا الاول نرجع لدي تاني. خلينا نرجع لدي تاني. دلوقتي انا عاوز احسب probability of simple error مثلا. كويس؟ probability of simple error. طيب تفتكروا كده لو انا عاوز احسب simple error rate ده probability of error given ان اس 1 كانت مبعوثه هتبقى زي probability of error given ان اس 2 كانت مبعوثه؟ تفتكروا بالعقل هيبقوا زي بعض؟ مش هيبقوا زي بعض، ليه؟ لان شكل ال اسمها ايه؟ الديسيجن ريجن بتاعتهم مش زي بعض. صح؟ فانا لو جيت انا عارف كويس ان الاربع نقط دول في الاخر كل واحده فيهم لو اتبعتت هيجي لي ايه؟ جاوسيان. صح؟ وانا بديسايد اي واحد منهم ازاي؟ النقطة اللي في النص. هيبقى عندي هنا جاوسيان كده. وبعدين عندي هنا جاوسيان تاني كده. طبعا الجاوسيان بتاعي مش حلو يعني بس ايه؟
ومش شكله جوسن خالص، بس معلش. اوكي، فعندي اربعه جوسن كده، بي اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 تمام. فده جوسن الميم بتاعه النقطه دي اللي هو من عندنا 3 جذر اي نوت، وهنا 1 جذر اي نوت ماينس 1 جذر اي نوت وماينس 3 جذر اي نوت صح. والنقطه اللي هي ديسيجن باوندريز دي هنا عند 2 و0 وماينس 2 جذر اي نوت ماشي صح. ده كده الديسيجن ريجن والديسيجن بقى. حد عنده مشكله في دي؟ عندي نقط بحطها وباجي في النص بعمل خط، لو الراندوم فاريبل طلع الناحيه دي بتبع دي او طبعا الناحيه بتبع دي صح. طيب بالنسبه بقى للاربع حاجات دول، البروبابيلتي اوف ايرور بتاعه اي سيمبل هل شبه الثاني؟ لا، واحد مش زي اثنين صح. طب هل اثنين زي ثلاثه؟ اثنين زي ثلاثه بالظبط، لانه نفس شكل الديسيجن ريجنز والبتاع شبه بعض بالظبط، فهتلاقي ان اثنين زي ثلاثه. طيب هل واحد زي اربعه؟ واحد زي اربعه برضه. يبقى انا عندي عشان احسب السيمبل ايرور جيت، احسب السيمبل ايرور جيت جيفن ان دي كانت مبعوثه، والسيمبل ايرور جيت جيفن ان دي كانت مبعوثه، ودي هتبقى زي دي ودي هتبقى زي دي تمام. ده اللي احنا ايه هنعمله هنا. ف وكله ايكوال بروبابل، هيبقى نص probability of error given S1 ونص probability of error given S2 تمام؟ طيب probability of error given S1 اللي هو ده، هكامل جاوسيان المين بتاعه عند 3 جذر اي نوت والسيجما سكويرد بتاعته بان نوت على 2 من اول 2 من ماينس انفينيتي ل 2 صح؟ من ماينس انفينيتي ل 2 هيجيب لي الحته اللي هي ايه؟ الحته دي كده لغايه ماينس انفينيتي صح؟ فانا بكامل من ماينس انفينيتي لغايه 2 جذر اي نوت اي اس ماينس اكس 1 ماينس 3 جذر اي نوت سكويرد على ان نوت، فالسيجما سكويرد بتاعتي ان نوت على 2 والمين بتاعي ب 3 جذر اي نوت. ده هيجيب لي probability of error ايه؟ بتاعت الاولاني. طيب الثاني، الثاني عنده حتتين اللي هو اللي في النص ده، اللي هو هناخد ده كده فوق عامل كده بكبره شويه، وعندي هنا الزيرو وعندي هنا الاثنين وعندي هنا جذر اي نوت صح؟ طيب الايرور بتاع الثاني هيجي فين؟ هنا او هنا صح؟ لو انا بعت السيجنال دي اس 2 وجالي اكتر من 2 او اقل من 0 يبقى انا يا اما رحت تبع اس 1 يا اما رحت تبع ايه؟ اس 3 صح؟ فهكامل الايه؟ على البتاعتين دول، الحتتين التو تيلز دول. التو تيلز دول قد بعض. فهاخد 2 تمام؟ هاخد 2 في الانتجريشن بتاعي من 2 لانفينيتي. من 2 لانفينيتي. حاجه سنترد حوالين جذر اي نوت اللي هي دي، وبكملها من 2 جذر اي نوت لغايه انفينيتي وبضرب في 2 عشان اجيب دي كمان معايا. نعم؟ مش سامع اي حاجه. ازاي الاثنين قد بعض؟ لانها في النص. دي النقطه اللي في النص ما بينهم. انا عندي البيك عندي هنا، صح؟ في واحد الناحيه دي وفي واحد الناحيه دي. فالحته اللي باقيه هنا والحته اللي باقيه هنا قد بعض. ماشي خلاص. فانا ايه هجمع البتوع دول، اكشولي كل واحده من دول هتطلع قد البتاعه دي كمان، فالثلاثه دول زي بعض، هو نفس الانتجريشن في الاخر. فنفس الانتجريشن معمول ثلاث مرات، هو نفسه ده معمول ثلاث مرات، لان انا هنا بكامل من ايه؟ من قبل دي بواحد، وهنا بكامل من قبل دي بواحد، فهي نفس الحاجه. فهيطلع في الاخر الاكسبريشن ده اللي هو ثلاث ارباع الفك اوف جذر اي نوت على ان نوت. دي اخر واحده ماشي تمام، ثلاث ارباع جذر اي نوت على ان نوت. طيب اي نوت دي بالنسبه لي مش هي الحاجه اللي انا بدفع فيها فلوس، انا بدفع فلوس في الانرجي بير بت. الحاجه اللي انا دايما برسم معاها البيت ايرور ريت هي مين؟ اي بي على ان نوت. فانا عاوز دايما اريفير البيت ايرور ريت كيرفز لاي بي مش لاي نوت، فعاوز احسب العلاقه ما بين اي نوت واي بي تمام. طيب تعالوا هنا نحسب الحاجه اللي احنا بنعرف نحسبها هي مين الاول؟ انرجي بير سيمبل، افريج انرجي بير سيمبل. طيب الافريج انرجي بير سيمبل هنا هتساوي كام؟ حد يقول لي كده. افريج انرجي بير سيمبل لو انا باعت ده الانرجي بير سيمبل هتبقى كام؟ واحده واحده بس قبل ما تحسبه كده في دماغك. الانرجي بير سيمبل في دي كام؟ لو انا باعت دي تبقى 9 اي نوت صح؟ طيب البتاع اللي جنبها الانرجي بير سيمبل بيها بكام؟ اي نوت صح؟ صح؟ يعني في اثنين كده واثنين كده.
فهيطلع لي انه اي اس دي بخمسة اي نوت صح؟ طيب يبقى الانرجي في البيت هتساوي ايه؟ اي اس على النمبر اوف بيتس بير سيمبل اللي هو كام؟ 2 يطلع كام؟ يبقى انا عندي اي بي بتساوي كام؟ 2.5 اي نوت. اي بي بتساوي 2.5 اي نوت، يبقى انا لما اجي احط الاكسبريشن هتطلع لي probability of error 3 ارباع افك اوف اي بي على 2.5 اي نوت. صح؟ البي بي اس كي كان عامل ازاي؟ او طلع يعني كان اي بي على اي نوت ان نوت بس. صح؟ يبقى ده اوحش منه بالفاكتور ده. يبقى الاي اس كي اوحش من البي اس كي الباينري والكيو بي اس كي بالفاكتور اللي هو ايه؟ يعني لما بنيجي بقى نقارنهم ببعض يبقى بنقول ان احنا محتاجين هنا الاي بي تبقى 2.5 مره اكتر من الـ من الاي بي بتاعه الباينري بي اس كي. فلما تيجي ترسمهم كده هتلاقي دي كيرفين كده، ده بتاع الاي اس كي وده بتاع الباينري بي اس كي او الكيو بي اس كي، والمسافه ما بينهم دي هتبقى ال 2.5 دول بس بالدي بي، يعني مش 2.5 دي بي، يعني 2.5 هيتحولوا الى دي بي، لان احنا دايما بنرسم ده بالدي بي تحت، دي بي على ان نوت بالدي بي. كويس؟ فهتلاقي هنا فرق اوجب الاثنين اوجب ال الثلاثه ايكويفالنت بكام؟ الاثنين ايكويفالنت ب 3 دي بيز، ضعف يعني ايكويفالنت ب 3 دي بيز، فده 2.5، فده مثلا تلاقي دي مثلا 4 دي بي ولا حاجه. ماشي؟ يبقى انا عندي ده اوحش من ده ب 4 دي بي، يبقى انا محتاج احط 4 دي بي زياده في الاي اس كي عشان احقق نفس البيت ايرور ريت بتاع ايه؟ بتاع ال كيو اس كيو بي اس كي او البي بي اس كي. نعم. هنا؟ عشان انا يا اما بعد ده يا اما بعد ده ببروبيتي 50%. صح؟ فانا يا اما بعد 9 يا اما بعد 1، يا بعد 9 يا بعد 1 يبقى الافرج بتاعهم 5. ماشي يا جماعه؟ قولي. انه 2.5؟ ال 2.5 دي بي مش 2.5 دي بي، 2.5 تتحول الى دي بي. ما هو الفرق ما بينهم فاكتور اوف 2.5، دي اوحش بفاكتور اوف 2.5. يعني لازم ازود الانرجي بير بت 2.5 مره اكتر عشان ابقى زي البي بي اس كي. بس 3 على 4 دي الافكت بتاعها قليل قوي بالنسبه للي جوه. يعني عاده ما بنبصش على دي قوي يعني. يعني دي 3 على 4 والثانيه نص، فمش هو ده الفرق، الفرق الاساسي هنا. ماشي؟ ماشي يا جماعه؟ طيب اطلع ايه الفرق بينهم وبعض دي؟ طيب احنا خلصنا كده. بعد العيد المحاضرات امتى هتبقى؟ ظبط وقول لي اي يوم الثالثه مش فارق معايا. يعني حد او اربع طبعا، يعني الاثنين مش هينفع فيه دايما مجلس كليه ومجلس قسم وحاجات كده. خلينا حد او اربع الثالثه. اوكي؟ تعالى اسالني.